هذه الليلة المباركة هنالك وسائل عندنا إلى الله سبحانه وتعالى. نقرأ في الدعاء: إلهي إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك وحجبت دعائي عنك، فإني أتوسل إليك بمحمد وأهل بيته الطاهرين، نتوسل بهؤلاء في هذه الليلة التوبة إلى الله من جانب، والتوسل بهذه الصفوة من جانب ثاني، تؤهلنا إن شاء الله لتلقي ذلك الفيض وللوصول إلى ذلك المستوى الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. كل شيء تحبه لنفسك ولأهلك ولعائلتك ولأمتك للمسلمين كافة، توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأهل البيت ليستجيب الله سبحانه وتعالى لك في هذه الليلة. أتلو عليكم هذه الرواية. سلمان ينقل يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: يا عبادي، أوليس من له إليكم حوائج كبار لا تجودون بها إلا أن يتحمل عليكم بأحب الخلق إليكم؟ إذا عندك حاجة إلى رجل، حاجة كبيرة، ماذا تعمل؟ تذهب بشفيع إلى ذلك الرجل. أحب شخص إلى ذلك الرجل تتخذه شفيعا عنده لكي يقضي حاجتك. ألا فاعلموا، يقول الله: إن أكرم الخلق علي وأفضلهم لدي محمد وأخوه علي صلوات الله وسلامه عليه، ومن بعدهم من الأئمة الذين هم الوسائل إلي، فليدعني من همته حاجة أو دهته داهية بمحمد وآله الطيبين الطاهرين، أقضها له أحسن ما يقضيها من يستشفعون بأحب الخلق عليه. فقال بعض المنافقين لسلمان: يا أبا عبد الله، كان يكنى بأبو عبد الله، إذا لهم هذا المقام عند الله لماذا لا تقترح على الله بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن يجعلك أغنى أهل المدينة؟ أطلب من الله تعالى أن تكون أغنى أهل المدينة بهم وبسببهم. لاحظ هذا الجواب الذي يعبر عن تلك الرؤية العميقة لسلمان. قال سلمان: إني طلبت منه ما هو أجل من ملك الدنيا بأسرها. سألته بهم بأهل البيت أن يهب لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا صابرا، وقد أجابني. لسان ذاكر وقلب شاكر وبدن صابر، وقد أجابني.